الحوثي مصورا في ديال العراقية ليس فارا من حرب بلاده اليمن المستعرة والتي هو طرف فيها، إنما على هامش تبجيل مجهول السبب لما يراه البعض قادة وإن كانوا غير عراقيين. ترويج عسكري بوجه إعلامي لا يعرف كيف ومتى ولماذا اختيرت بغداد له، ولما حل عراقيون قاتلوا داعش في مؤخرة القائمة أو على لائحة المنسيين. وجئنا بنصب صور لقادة غير عراقيين في قضاء معقوبة، قضاء معقوبة قضاء عراقي، تم الإعازة إلى بلدية معقوبة ربح هذه الصور. كان الأجدر أن ترفع صور لقادة عراقيين ضحوا من أجل وطنهم. يوم القدس العالمي مناسبة أيديولوجية أكثر منها إسلامية، شعارات تحدث على أساس طبيعة ما يتغير من عام لآخر، واستعراض لقوة وتبيان لجاهزية فصائل موالاتها لإيران وامتداداتها في العراق. إذن أمر الصورة لم يكن إلا ترجمة لما يمكن وصفه بالتعبئة الدينية، متزامنا مع نشاط عسكري ملحوظ لتلك الجماعات وما نتج عنه أن قلل التحالف الدولي أعماله في العراق وانزوت القوات الأمريكية في قواعد محددة. وهذا السجال العسكري استخدم الدين والعقيدة والمذهب كسلاح لحشد مناصرين من أجل تعويم القضية وليحا بأن الأمر لا يقف عند حدود دولتين تتقاتلان، لأن الخلافة فرض هكذا عليهم. هناك ثقافة عقائدية مرتبطة مع هذه الشخصية، بمعنى هي أبعد من الحدود الجغرافية، لربما لو تمكن هؤلاء أن يضعوها حتى في دولة أخرى غير العراق. في عراق ما بعد 2003 ثمت سلطة موازية لسلطة الدولة تسيطر على مساحات بفعل العسكر وتروج لأفكار ليس بالضرورة أن تكون عراقية لوجود ما لديها من موارد بشرية، لكنها تبرر رابطها بأن للدين مساحة أكبر من البلدان، ثم المتلقي لتلك الأفكار لقلة وعي أو جهل في المفاهيم وأبعادها. أثمر ذلك أرضية خصبة كانت المبادئ والثوابت عند الدول أسيرة آراء يستقوي جمهوره بالسلاح ويبث ما أراد من رسائل بغياب أو تغييب الرقيب. سرمد القاص، الحرة. وينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول السياسي العراقي ناجح الميزان. سيد ناجح، أرحب بك معنا إلى هذه الجولة الإخبارية. وضع صور قائد جماعة الحوثيين اليمنية في ديالى، ما هي الدلالة السياسية والرسالة المراد إيصالها ولمن؟ يا جدعان، تحية لكم المشاهدين. الحقيقة الوضع الطبيعي، نخلو صورة الحوثي، صورة نصر الله، صورة خامنئي، الوضع الطبيعي للقوى الفاعلة في الحكم في العراق. لكن الوضع الغير طبيعي أنه تمر هيك مناسبة أو أي مناسبة أخرى ما يخلون صورهم. لكن أيضا هناك رسائل، يعني إضافة الحوثي، يعني هذا ما كان معروف. صح، فتحوا لهم ممثلية قبل زمن الجعفري وكانت لقاءات دبلوماسية، لكن هالمرة أنه هذا محور المقاومة، هذه رجال زعامات محور المقاومة، وبالتالي العراق ضمن محور المقاومة لمن اعتقد يوما بأن الكاظمي هو حالة منفصلة عن محور المقاومة وعن ولاية الفقيه. كانت الرسالة واضحة، أنه سبقتها أنه الهوى، يعني العواصف شققت صورة سليمان والمهندس بالمطار، فكثير من المتفائلين قالوا مصطفى الكاظمي أزال ثاني يوم من صار رئيس وزراء. فكان هاي رد انه هذا الكاظمي وهذا احنا، واليوم في شارع فلسطين، اليوم في ديالى. اذا ما كنتوا راضين بالمطار، فشوف راح نسوي شارع فلسطين ونجيب صوره الحوثي ونجيب بديالى وبكل مكان بالعراق، حتى في دكريت رفع صور. ولكن يعني لماذا تحديدا عبد الملك الحوثي؟ يعني اذا استطعنا القول جديد على الساحه العراقيه، غالبا صور خامنئي، نصر الله وغيرها من هذه الشخصيات الايرانيه. هاي الرسالة للسعودية ورسالة للإمارات بأنه إحنا حالة واحدة وإحنا سنكون داعمين والمقاتلين. ما أكثر من مرة قالوا سننصر الحوثي وسنذهب نقاتل، من زمن أبو مهدي المهندس من قال تدبير السعودية قبل إسرائيل، ويعني لطالما قالوا سنقف مع الحوثيين ونحن ذهبنا مع الحوثيين. كثير من رجالاتهم يقاتلون مع الحوثيين، هو محور واحد. وهل اختيار يوم القدس العالمي له أهمية بالنسبة لإيران؟ Bless you. طبعا هي بيش دمرت العالم العربي؟ حجة القدس، مع صار 40 سنة ما ضربوا طلقة واحدة إسرائيل.
فهي هاي ذريعه لاحتلال المدن واحتلال البلدان العربيه حتى يسوقون انفسهم على اساس يريد حروار. لكن ما النتيجه؟ هم لا يفكرون، يفكرون دمشق بالرياض بالقاهره بكل العاصمه العربيه الا القدس سوى بالاسم فقط، يعني هذا معروف على الكل، حتى الاطفال يعرفون هذا من ادبيات الولايات الفقيه وهي عباره عن دجل وكذب. طيب سيد نجح، يعني هل تعتقد بانه هذه الصور هي استعداد ايراني او حمله عسكريه بوجه اعلامي اذا ما استطعنا القول لتبيان جاهزيه ايران وجاهزيه الفصائل المواليه لها في الداخل العراقي في حال ضعف دور التحالف او دور القوات الامريكيه الموجوده في المنطقه؟ لا، هو أصلاً هي استعداد، هو استعداد لمرحلة جلاء القوات الأمريكية، يعني تبدأ المفاوضات والأمريكان أيضاً دي يعني الشيء المؤكد والأمريكان دي يسحبون من المنطقة والعراق، يعني من كل المنطقة دي يسحبون، وبالتالي فعلاً يعني هم دي يجهزون نفسهم. هناك أكثر من 10 فصائل تأسست من قبل شهر وجاي، يعني من بعد المهندس سليمان اغتيالهم حوالي أكثر من 10 فصائل يعني اصبحت جاهزه وأسست من جديد. بالتالي هم الناس جاهزين للمنطقه، يعني هم يستعدون ويعلمون جيد، في اعلامهم يقولون ستذهب امريكا سنخرج امريكا ونفرد احنا بالمنطقه. هل قاني قادر على القيام بنفس الدور الذي كان يقوم به سليماني في العراق؟ من قاني، هل لديه الإمكانية ويمتلك الأدوات على إدارة الدفة التي كان يديرها سليماني؟ لا، شوف يعني بغض النظر عن ما يعني المتفائلين بغياب سليماني، شوف سليماني حط العراق واليمن ولبنان وسوريا على ولاية الفقيه، فمو مهم السائق يعني من يسوق، لأن كلها أصبحت سليماني، كلها أصبحت قاني، كلها أصبحت حرس ثوري، يعني تجي للحشد الشعبي مان والميليشيات، الحشد والميليشيات والحكومة أيضا تلقيهم عبارة عن أعضاء في الحكومة الأمريكية أو في الحرس الثوري الإيراني. فإذا القيادة ما أصبح، يعني لو قتل سليماني أو المهندس قبل 4 سنوات لكان الأمر اختلف، لكن الآن بعد ما يضر شيء إذا قتل سليماني، لأنه الجميع لأنه خلال هذه الـ4 سنوات سيد ناجح، هل تعتقد بأنه إيران زادت من قوتها ونفوذها داخل العراق؟ لا، بالتأكيد حكام للعراق مو زادت، يعني شفت الكاظمي مثلا، الكل متفائل بالكاظمي، لكن الكاظمي غصبا عليه راح برجليه وراح يمهم وأثنى عليهم وقرأ نشيدهم ولبس القمصلة مالتهم ووعدهم بحمايتهم وأسماهم قرة عين العراق، يعني ماكو حتى عادل عبد المهدي ايش قد هو عنده ولاء لايران، لكن ما وصل انه قال لهم انتم قرة عين العراق. الا تعتقد انها محاوله ل يعني تهدئه هذا الجانب الرافض له؟ لا لا، هذا مو، وين هو عنده جيش، هو اقوى منهم كلهم 40,000 واحد، هو عنده جيش وطيران جيش ودبابات ومكافحه ارهاب وداخليه، ايش يعني؟ يعني هو زين، يعني مثلا هو قاعد كسياسي يحاور السياسي إذا مناورة سياسية مع دولة أخرى، مو والله ميليشيات خارج عن القانون يستخدم بها أي سياسة، هذا خضوع، هذا انطاهم الجرين لايت بأن الحكومة حكومتكم. لا، سياسة كان يقعد بمكتبه ويدز على 2 أو 3 من عندهم يتفاوض وياهم ويبلغهم رسالة وياها السياسة. لا، ما يمكن لرئيس الوزراء وقائد عام القوات المسلحة أن يتصرف بهذا الشكل. سيد ناجح، إذن ما هي النصيحة التي توجهها إلى الحكومة العراقية وحتى الحكومة الأمريكية لكبح جماح هذه الميليشيات المسلحة؟ والله أعتقد يعني للحكومة العراقية يعني تفيد بها النصيحة، والأمريكان الناس هم خارجين عن العراق ومن المنطقة تقريبا كلها، الشرق الأوسط راح يخرجون، خاصة العراق ب1/6 راح يخرجون من العراق. فالنصيحة أيضا للحكومة الأمريكية، لأن الناس رايحين، لكن نصيحتي للدول العربية ليستعدوا للحرب مع إيران بعد جلاء القوات الأمريكية. أعتقد لن تتركهم إيران لا في الرياض ولا في الإمارات ولا في أي دولة ولا في المنطقة كلها، إيران ذاهبة إلى بلع المنطقة جميعا، خاصة المنطقة العربية، إيران جاية على العرب لا جاية على الباكستانيين ولا على أي دولة أخرى سوى أنه تمتلع الوطن العربي. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول السياسي العراقي ناجح الميزان، ممتنة كثيرا على حضورك معنا.